ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعرف مع بعض درس جديد وحلو قوي اسمه العلاقه بين الجمع والطرح. اكيد في علاقه بين الجمع والطرح. يلا بينا نعرف مع بعض في درسنا الحلو ده والسهل ايه هي العلاقه الجديده. لما انا كان عندي 3 كور، هنبدا نحكي حاجه حلوه. انا كان عندي 3 كور، زودت عليهم كورتين، اشتريت كورتين بعلامه زائد، يبقى 3 زائد 2 هيطلع لنا كام بعد ما اشتريت كورة جديدة؟ أكيد طبعا يا أصحابي زي ما انتم كلكم قلتوا دلوقتي هيطلع لنا 5 كور، عشان احنا زودنا 2 على الـ3 كور اللي كانوا عندي، يبقى 3 زائد 2 يا أصحابي يدينا 5. طيب تعالوا نجربها بالطرح تبقى عاملة ازاي. 5 ناقص 2، كان عندي 5 كور باظت منهم 2، يبقى 5 ناقص 2 شلنا 2 من هنا، يتبقى كام؟ يتبقى 3، صح؟ يتبقى 3 كور يا أصحابي. خدوا بالكم إن ده هو ده، بس ده مو زائد وده ناقص، فعملية الجمع عكس عملية الطرح. يعني احنا هنا لو قلبنا عملية الجمع طرح هنعمل دي ناقص، يبقى 5 ناقص 2 دي 3، هي اللي احنا عملناها دي، 5 ناقص 2 دي 3. طب لو قلبنا عملية الطرح دي زائد، يبقى 3 زائد 2 يدينا 5، هي دي 3 زائد 2 يدينا 5. يبقى عملية الجمع لو قلبناها تطلع لنا عملية طرح، وعملية الطرح لو قلبناها تطلع لنا عملية جمع، ماشي أصحابي؟ طيب شوفوا معانا الرسمة الحلوة دي. أنا كان عندي 5 وردات، عشان قعدت أسقيهم كل يوم كل يوم كل يوم، طلع لي وردتين جداد، فـ5 زائد 2 يطلع لنا كم يا أصحابي؟ أكيد طبعا يطلع لنا 7 وردات، عشان طلع لي وردتين جداد. طب لو قلبنا دي زي ما اتعلمنا ايه اللي هيحصل؟ هتبقى دي في الأول، عشان الرقم الكبير بيبقى موجود في الأول، فيبقى 7 ناقص منهم 2، قلبنا 7 ناقص 2 هي دي 7 ناقص 2، يطلع لنا كام؟ من غير ما نفكر يا أصحابي، هنا احنا قلنا هنقلبها، فيبقى ده هو الناتج، يبقى 5 هو الناتج، يبقى 7 ناقص 2 يدينا 5، هي بالظبط 5 ناقص 2 يدينا 7، بس الفرق ايه؟ ان دي عملية جمع ودي عملية طرح. احنا لو قلبنا عملية الجمع تطلع لنا عملية طرح، ولو قلبنا عملية الطرح هتطلع لنا عملية جمع، ماشي اصحابي؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض الاسئلة الحلوة دي. عندنا هنا بيقول لنا ايه؟ 6 زائد 2 و8 ناقص 2. احنا عارفين ان 6 زائد 2 كام؟ شطورة اصحاب، 6 زائد 2 بـ8. طيب لو خدتوا بالكم هنا حاجة بقى، احنا هنا دي 6 زائد 2 بـ8، واللي تحتيها ايه؟ 8 ناقص 2 بكام؟ احنا لسه مش عارفين. لو خدتوا بالكم احنا هنا قلبنا عملية الجمع دي طرح، ودينا 8 دي عشان عملية طرح مع الـ2، فيبقى 8 ناقص 2 اللي هي عكس دي خالص، يطلع لنا كام؟ يطلع لنا رقم 6. شطورين يا أصحابي، عشان احنا قلبنا. طيب معانا هنا واحدة تانية اللي هي ايه؟ 5 زائد 1 يساوي نقط، و6 ناقص 1 يساوي نقط. دي زي دي بالظبط، وزي الدرس اللي احنا لسه واخدينه، بس انا هسيبكم تحلوها وتقولوا لي الإجابة بتاعتها المرة الجاية، عشان اعرف انتوا فهمتوا ولا لا، ومع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.